تمريق للامور. والله اخوي الحمد لله سفا. والله الحمد لله. هاك تشوف تو ديما هاك السلام معناها كليوناتك ديما هاك موجودين معناها. اي اخوي الحمد لله. وتحسك عندك علاقه بيا مع الكليونات بتاعك. والله كلهم اخواتي. اصحاب. يعني عباره فاميلي شكل انا يا اصحاب. خويا فاميلي لهنا. تفكرش شوية أجواء تونس هكا ساعة ساعة؟ والله يا أخوي أنا سوري أخوي في تونس، أما تبقى تونس لما أنت زبون زاد عند خونا بسام التونسي. مضبوط. يعني علاش اخترت بسام ولا محل هذا دايما؟ لأنه أسطورة وفاهم وعارف كيف يحلق وعنده أسلوب. باهي تو هذه زعما موش مجامل البسام خاطر قدامك. لا والله مو مجامله، في وجهه وفي كفاه نفس الكلمه عندي، انه بسام اسطوره الحلاقة الصراحه رقم واحد في جده ما شاء الله. يعطيك العافيه.